يشيل المباراة بدون جيفارا وبدون ميرينو على مستوى المحاور الثلاثة اللي يلعب فيهم إيمانويل ألغواسيل. الكرة على طول في الجانب الملعوبة وخطيرة وفرصة، الله يا الدنمارك بريثوايت، كان بالإمكان يا مارتن بريثوايت، الكرة اللي أرسلت عالية، الاستقبال جميل والتسديدة، لكن براعة ريميرو والتغطية من ريميرو، أليكس كان في المكان والزاوية التي تتجه إليها الكرة وبالتالي حصل على الكرة الأخيرة. أوري ذا بال على طول، البناء يمر بجيفارا في الجهة اليمنى، انطلاق الآن حاضرة لمصلحة ريال سوسيداد على طول من غوريديك، الكرة إلى بوسكيت. مباراة حقيقية فيها صراع وتشعر للأمانة، تشعر بالتكافؤ، وربما تتفقون معي هذا التكافؤ حدث قبل أن تبدأ المباراة، هذا التكافؤ حدث منذ إعلان غياب ميسي عن مباراة اليوم وللإصابة. كرة على طول من جديد، لكن باعتقادي ولا شك في ذلك أنه سيكون حاضرا في يوم الأحد القادم في نهائي السوبر الإسباني الذي سيقام في إشبيلية. أقول ذلك لأنه كان متوقع أن يشارك، لكن برشلونة فضل بعدم المجازفة. الكرة بتوصل على طول من جديد، وعاد والله نتمنى، أكيد أكيد يا عثمان، أكيد نتمنى يكون كلاسيكو، كلاسيكو اللي حرمنا منه أتلتيكو مدريد في جدة عندما أطاح ببرشلونة وفقد اللقب أمام الريال في المباراة النهائية. نتمنى يكون الكلاسيكو موجود، ويتمنى لا شك أن ميسي مثلا يكون موجود، وميسي بنفسه يتمنى يكون البارسا فائزا في مباراة اليوم حتى يكون حاضرا في الكلاسيكو، فيما لو نجح الريال غدا أمام بلباو في رحلتهم في أرض ملقا. كرة على طول من جديد، نجح في الحصول عليها مينيغوزا على طول، جريزمان قال لهم خلوها أنا موجود، راح أغير لعب، غير لعب باتجاه بوسكيتس. البناء يمر بأراخو على طول إلى مينيغوزا، عثمان ديمبلي يقول له اطلع يا مينيغوزا، حول كرة للإنجلي في الجهة اليسرى، ألابا بدري، وبدري يا بدري على طول من جديد، أراخو يتقدم، كرة إلى أوسكار من جديد، عثمان إلى أوسكار، مينيغوزا والعرضية، الله، حاول بريثويت، حاول وأرسل الكرة لكنها مرت أمام الجميع. لاحظ الانطلاقة والعرضية من مينيغو، والله حلوة حلوة هذه، لو يعني كان حتى الآن هم حبايب ومش حبايب، حبايب ومش حبايب. ماذا عن أوري ذا بال على التنفيذ، أوري ذا بال اللي سجل في اللعب، ضيعها هذه المرة أمام تير شتيغن، وفي هذه الصورة وفي هذه اللحظة أيها الأحبة لقد أضاعها أمام العملاق، العملاق يا أوري ذا بال. تير شتيغن ينجح في الإنقاذ في هذه اللحظة وفي هذه الصورة، شوف الكورة اللي وضعها على يمين تير شتيغن، لكن الإنقاذ ببراعة للحارس العملاق. مرة أخرى يقدم برشلونة، مرة أخرى يقدم برشلونة، يقدمه ليس بالنتيجة بل بالأفضلية يا عثمان ديمبلي، إن سجلت ستتقدم، سجل سجل أيضا برشلونة وتقدم بالأولى. برشلونة يقول أنا رايح إشبيلية يوم الأحد،
عثمان ديمبلي أعلن ذلك من علامة الجزاء الثانية أو من ركلة الترجيح الثانية، ليست جزاء وإنما من العلامة ومن ركلات الترجيح. أعلن عثمان ديمبلي حتى الآن أن برشلونة رايح للمباراة النهائية لكأس السوبر الإسباني. تيرشتيغن الآن ضاعت كمان وكمان الركلة الثالثة للرياض. ألم أقول لكم أن من سينقذهم من بعد ميسي هو تيرشتيغن؟ إنه يفعل ذلك بمساعدة القائم، منقذا ثلاث ركلات ترجيحية للفريق الباسكي. هذه المرة من أمام ويليان خوسيه الكرة اللي تضرب في القائم وتروح بعيدة. هذه حاسمة حاسمة يا برشلونة، ما تعلن النهاية لكن تعلن أن الأمور يا ميرالم بيانيتش ستكون أفضل وأن الحسم أقرب من أي وقت. نعم إنه بيانيتش يفعل وينجح بالتسجيل ويعطي السعادة لبرشلونة. خلوها على شتيغن، خلوا الرابعة على شتيغن يخلصها ويجري، يصيدها ويجري. شوف بيانيتش حطها صعبة على، والله كان قريب فيها أليكس ريميرو، لكن بصراحة الله يصفق يا سيدي يصفق، لأن برشلونة من دون ميسي فريق آخر، ومسكين بدون ميسي ولولا تير شتيغن الكرة الآن في الشباك. من القادم؟ الأخيرة يا برشا، الأخيرة هو من سيعلن الحسم ويعلن التأهل. القادم مين حيكون؟ اللي حيكون يكون غريزمان. سجلها وجري يا الكرة اللي ضيعها غريزمان. كيف الأوضاع؟ ريال سوسيداد مضيع ثلاث وبرشلونة مضيع ثنتين من الأربع اللي تسددت. هذه لو صادها تير شتيغن تنتهي. عدنان يا نوزاك يتحدى الصعاب ويتحدى تير شتيغن وينجح بالتسجيل الأخيرة. ألم أقول لكم نبضات قلب الكتالوني الآن يقول اللي جاي يسجلها ويخلصها، وكما قالوا افعلها وخلصني. هكذا لسان حال البرشلوني يتقدم لها الآن. ريكي فعلها وخلص البرشلوني.